وشوشة. انا يعني لا طبعا كنت احب اياميها وانا لسه ببتدي وبقول يا هادي, وكان بقالي 3 سنين بمثل وبعمل فيلم بقى, وده كنت احب انه يفرقع طبعا يعني, بس ما عادش في السينما اسبوع اسبوعين وتشال, بس بعد كده بقى على الفضائيات الناس تبدا تتفرج عليه حلو. لا طبعا كان نفسي ان هو اياميها يعمل ضجه, كان هيفرق معايا جدا. صح. انت بتساليني على رايي, انا رايي طبعا كنت افضل ان انا لو كان عمل ضجه اياميها كنت انا بقيت دلوقتي في منطقه تانية خالص, بس هو ربك لما يريد يعني, هو كل واحد ونصيبه يعني. لا كتير قوي وكتير قوي يعني, هو انا مثلت مع حد يا جماعه لسه بقول يعني. بحب جدا كريم عبد العزيز. لو انت قلت لي بقى الناس اللي انا احب امثل قدامهم اللي هو نديه بقى وحاجات مكتوبه تقيل تمثيل تقيل, هقول لك فتحي عبد الوهاب, هقول لك تايسون, اللي هي الناس اللي جواها تمثيل كتير قوي, النمط ده منى شلبي, منى زكي, سيبك من النجوميه او بدرجاتها, في ناس انا احب ان انا اقف قدامهم فيس تو فيس ونمثل قدام بعض. طبعا دكتور يحيى فخراني تاني وتالت ورابع وعاشر, لان هو اخر الجيل الذهبي خلاص ما فضلش حد يعني. استاذ نبيل حلفاوي, محمود البزاوي, في ناس جواهم كتير, جواهم تمثيل كتير, هما دول انا احب اشتغل معاهم بعيدا عن حسابات النجوميه تفرقش معايا. لا بدر انجي مقدم و ايمان العاصي, بس يعني ما تعتبرش ثنائيه قوي. اوكي ايمان العاصي, داليا البحيري, لا لسه كتير, لسه بدري يعني. انا يعني ممكن تساليني السؤال ده بعد 20 سنه كمان يديكي ويديني طول العمر, ساعتها اقول لك مين اللي انا عزيز بكاني كمراد يعني, عزيز بكى بس انا عزيز بكاني كمراد لما انا اتفرجت بعد كده بعد الشقه والتعب ده كله بقى وخلاص هديت بقى. طبعا رد الفعل شدني جدا, هو ايه ده, كنتش متوقع بالمنظر ده. مراد بيتاثر كتير بعزيز لما بتفرج عليه, زيكم يعني, اي حد عزيز لمسه وخلاه يبكي فهو بيخلينا كمان ابكي. وحتى كان ليا كده مقوله مشهوره كتبتها على الفيسبوك كذا مره, اللي هو انا الممثل العبيط الوحيد اللي اتفرج على نفسه وهو بيعيط هيعيط, اللي هو تحمان يا حمان, اللي هو كده يعني. بس عزيز كان كده, عزيز كان حد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.